فنيه باذن الله ينزل الفيلم في العيد باذن الله ان شاء الله باذن الله وربنا يكرم ان شاء الله. لا ما اقدرش اعزي عن الفيلم. هو الاسم الفيلم ما اقدر، هو دلوقتي مقترح ان هو عمر وسلوى. عمر وسلوى بدل عمر وسلمى. انا وكريم محمود عبد العزيز عظيم كلمة انا وكريم محمود عبد العزيز وايتن عامر وصوفي نهار. يبقى سيناريست النجم سيد السوكي واخراج ممكن يكون استاذ شريف عبدين. ايه جديد الاغاني بالنسبه لمحمود اليسي الفتره اللي جايه؟ الفتره الجايه باذن الله احتمال تبقى 3 ارباع الاغاني اغاني وطنيه. لا مش لا لا مش موضه، لا مش حاجه اسمها موضه، هو ده يعتبر يعني واجب وطني احنا لازم نعمله، لان احنا اساسا 3 ارباع الناس والناس بتسمع كلامنا وبيحبونا كفن كرسم كتمثيل كاعلام، فاحنا لازم نكون مشاركين في الموضوع ده. دافع للعمل، دافع للسياحه، لازم السياحه، دافع لان الناس كلها لازم تشتغل وتساعد الراجل اللي هو يجي يمسكنا رئيس جديد كده. الموضوع ده جه على نجاح فيلم عيش البلبل. طبعا الحمد لله رب العالمين. هو طبعا كريم من الشخصيات الجميله المحترمه المؤدبه اللي هو اساسا بيموت في الليسي وانا بتجنن منه وبحبه، فربنا جعل الكيمياء حلوه واحنا قريبين يعني الحمد لله رب العالمين. ممكن يكون ده برضو من عامل النجاح يعني. كنا جربت انا فتره في خلال الاربع سنين اللي فاتوا ان انا عملت مع اربع فنانات دويتو تاني، ممكن يكون ما بيغنوش معايا بس بيرقصوا معايا. عملت انا ومره انا وايتن مره، وعملت بعدها انا وبوسي، وبعدين عملت انا ومي كساب، وبعدين عملت انا وصوفي نار. فالكيمياء دي ربنا هو اللي بيجعلها تمشي. بس في ديو الفتره اللي جايه، في ديو الفتره اللي جايه ان شاء الله.